السلام عليكم. بعد انتشار خبر طلاق الملك محمد السادس والأميرة ليلى سلمى، وذلك راجع لعدم ظهورها معه في الصورة اللي تخطت لي مع الأسرة الملكية بمستشفى بباريس، وانطلاقا من هذه الصورة خرجت بزاف ديال المواقع الإلكترونية الإخبارية لإسبانيا وكذلك المغربية اللي كتقول بأن هناك طلاق بين الملك محمد السادس والأميرة ليلى سلمى، إلا أن البارح ظهرت واحد الصورة اللي كتنفي جميع هذه الإشاعات واللي كتبينهم زوج مع أحد المهاجرين المغاربة بباريس. السلام عليكم. إذا كنتي أول مرة كتشوف قناة مارك أخبار بالدارجة وبغيتي يبقى يوصلك جديد ديال الأخبار فور النشر ديالها، ما عليك إلا تضغط على زر الاشتراك وتفعل زر الجرس. قبل ما تخرجوا من الفيديو، الى بغيتونا نكملوا في نشر الاخبار بشكل يومي، ما تنساوش تدعمونا بالضغط على زر لايك وتخليوا الراي ديالكم في التعليق.